ازيكم عاملين ايه؟ فيديو مهم لثانوية عامة، 5 حاجات هقولها لكم لو انت طالب او انت طالبة في ثانوية عامة تعملوهم علشان هيفرقوا معاكم جدا. طيب لو انت في اولى ثانوي او تانية ثانوي او مش ثانوية عامة ممكن برضو تتفرج على الفيديو علشان تستفيد منه، واعمل منشن لصاحبك او اخوك اللي في ثانوية عامة. اول حاجة، لو سمحت خلص المنهج بتاعك. احنا دلوقتي في اخر 3، فالمفروض ان انت تكون بتقفل المنهج بتاعك، بتحاول ان انت تخلص قدر الامكان، ولو ما خلصتش تقدر ان انت تبعت لي واقدر اساعدك ان احنا نخلص المنهج مع بعض علشان تقدر ان انت تاخد وقت كويس جدا للمراجعة. تاني حاجة، ياريت ان انت تعوض لو انت ما كنتش بتحل طول السنة، حاول ان انت تحل كويس جدا على مدار الوقت اللي جاي. لسه قدامك فترة كويسة، شهر 4 شهر 5، الفترة دي كويسة جدا علشان تقدر ان انت تحل، وتحل حاجات كتيرة قوي هتفرق معاك، والكتر الحل في البايو هيفرق معاك جدا. زمان ما كناش بنحل على البيولوجي، بس دلوقتي لازم تحل. حل من مصادر كتيرة، ما تسمعش لو سمحت لأي حد يقولك ما تحلش من المصدر الفلاني أو بلاش المصدر العلاني، لا، شوف كل المصادر وحل كل المصادر المتاحة بالنسبة لك. يبقى أول حاجة خلص المنهج، تاني حاجة حاول إن أنت تعوض لو أنت ما كنتش بتحل كويس على مدار السنة. تالت حاجة، حل امتحانات. ابدأ شوف الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت وابدأ إن أنت تحلها. لازم تجرب إن أنت تحلها مع نفسك. حل الامتحانات الاسترشادية، حل امتحانات الدور الأول والدور الثاني، شوف الحاجات اللي أنت واقع فيها اللي أنت مش فاهمها. رابع حاجة، الدقة. لازم تكون متأكد ان كل معلومة انت فاهمها كويس جدا وفاهمها بدقة جدا. ليه؟ لان الاسئلة دلوقتي بتعتمد على ان انت تكون دقيق في فهمك ودقيق جدا في اختيار الاجابة. فتأكد وانت بتراجع ان انت بتراجع المعلومة وانت فاهمها كويس، مش شغل تلصقة وخلاص. خامس حاجة، هدي نفسك. التوتر في الفترة ديت هيتعبك وهيكون ضدك مش لصالحك، فحاول ان انت تهدي نفسك، حاول ان انت تحط بلان كويسة ليك على المدار الفترة اللي جاية ديت. لو مش عارف اقدر ان انا اساعدك، تقدر ان انت تبعت لي سواء على الواتساب او تبعت لي على الماسنجر، ان انا اقدر اساعدك ازاي ان انت تحط خطة كويسة للفترة الجاية، بحيث ان انت تراجع اكبر كم من المنهج. لازم المنهج يتراجع طبعا شبه كله، وان انت تحل عليه. نقطة مهمة جدا عايز اقولها لك، يمكن الجدول نزل وزي ما انتم شايفين البيولوجي الحمد لله قدامها اسبوع، ما تقولش بقى دي المادة قدامها اسبوع وانا براحتي فيها وانا هزبط الدنيا فيها. حاول ان انت تخلصها، لان المادة دي دايما بتكون اخر مادة، بتكون انت وصلت للمرحلة اللي انت فيصت فيها وجبت اخرك. فحاول ان انت تكون مراجعها كويس ومذاكرها كويس وفهمها كويس وحلل الامتحانات عليها، لان انت هتيجي في شهر 7 هتكون خلاص بتفيص. ربنا معاكم، وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات تانية. لو محتاج اي مساعدة تقدر ان انت تبعت لي واقدر ان انا اساعدك. انتظرونا على اليوتيوب، ان شاء الله هننزل فيديوهات لثانوية عامة وبرضو اولى وتانية، ما تخافوش انتوا حبايبنا، يعني كل الفيديوهات موجودة، كل الفيديوهات متاحة على القناة بتاعت اليوتيوب. ربنا معاكم.